لأجل شلب المطر. وكذلك هذه السنة الأمازيغ التقويم الفلاحي التي هي تقويم إمازيغ كذلك تتكون من 4 فصول، والفصل الأول هو تاجرس الذي يبتدئ من الآن تدى المارس، وكذلك فصل الربيع الذي يسمى تفسا أو تلدرار لدى ناس داتس وإمغران، كذلك أنفدو أو تنفدوت حسب النطق الذي هو فصل الصيف، لنمر كذلك إلى تمن زويد أو من زويد الذي هو فصل الخريف، وهذه تمن زويد هذه هي جدر من جدر فعل إنزي بمعنى أتى باكرا، وبالتالي ففصل الربيع هو فصل الزراعات البكرية، بمعنى أن هذه التسمية ارتبطت أساسا كذلك بالفلاحة. يعني كما قال جاكبير في كتابه البنيات الاجتماعية في الأطلس الكبير عندما قال هذه الطقوس تتواجد في أغلبها على القرية، عندما قال في أغلبها في القرية، وذلك اعتبارا للدراسة الميدانية التي قام بها على مستوى الأطلس الكبير وعلى مستوى القبائل الأمازيغية المتواجدة في الأطلس الكبير، وبالتالي فالقبيلة آنذاك أو القرية كانت موضوع الدراسة. قال جاكبير إن هذه الطقوس تتواجد في أغلبها